محمود عباس أو أبو مازن، عصر فلسطيني مختلف بشخصية مثيرة للجدل بين من يراها مهادنة في النظرة إلى الثورة المسلحة والكفاح ضد إسرائيل، وبين من يجدها واقعية في طرح الاحتمالات دون تضخيم الآمال. محمود عباس ابن مدينة صفد في العام 35 ومن لاجئي نكبة 48 إلى سوريا، انخرط في العمل السياسي السري منذ مطلع شبابه وتفرغ للعمل في حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح التي انطلقت عام 65 بقيادة ياسر عرفات. باكرا جدا طرح فكرة السلام مع إسرائيل كخيار وحيد لإنهاء الصراع، فقاد المفاوضات التي أدت إلى إعلان مبادئ السلام على أساس الحل بإقامة دولتين والمعلنة في كانون الثاني عام 77. عاد إلى فلسطين عام 95 بعد توقيع اتفاق أوسلو الذي كان أحد أبرز مهندسيه، وبعد سنة أصبح الرجل الثاني في ترتيب القيادة الفلسطينية مع اختياره أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. أتى العام 2000 قمة كامب ديفيد، بدأ نجم عباس المعروف بمرونته السياسية بالظهور كبديل لعرفات الذي واجه الضغوط الأمريكية في توقيع اتفاق السلام، لكنه خضع لضغوط استحداث منصب رئيس الوزراء وتعيين عباس فيه عام 2003. الصراع على الصلاحيات مع أبو عمار دفعه إلى الاستقالة قبل أن يعود رئيسا لمنظمة التحرير بعد وفاة عرفات، ثم الرئيس الثاني للسلطة الفلسطينية عام 2005، وما زال في المنصب رغم انتهاء ولايته الدستورية عام 2009 وتعذر إجراء انتخابات بسبب الانقسام الداخلي والصدام مع التيارات الفلسطينية المختلفة التي اختارت المقاومة سبيلا للتحرر. شكل عباس نموذجا مختلفا عن عرفات، لعب على تناقضات فتح والمجتمع الدولي ببراغماتية أتاحت له حرية الحركة وإظهار نفسه أمام المجتمع الدولي كرجل دولة يستطيع تغليب سلمية البزة على ثورية الكوفية، وصرح أكثر من مرة بأنه ضد الانتفاضة المسلحة وإطلاق الصواريخ من غزة على إسرائيل وضد العمليات التي يصفها بالانتحارية. أتوجه بدعوة صادقة إلى الشعب الإسرائيلي من أجل سلام قائم على العدل والأمن والاستقرار للجميع، فإنني أطالب الأمم المتحدة بتوفير نظام حماية دولية لشعبنا الفلسطيني. حفلت ولايته بالكثير من المحطات السلبية والإيجابية، ففيما بقيت صور معاناة وأوجاع فلسطين وأهلها تتصدر الواجهة، قاد عباس حملة دبلوماسية دولية ونجح بمنح فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة. كانت له مواقف وخطابات تاريخية تجاه السياسة الأمريكية والإسرائيلية والدولية في كثير من الأحداث، وآخرها ما سمي بصفقة العصر. ابن الكلب يبنون في أرضهم وهو مستوطن وعائلته مستوطنة، وسفير أمريكا في تل أبيب، ماذا ننتظر منه؟ إذا راحت القدس شو بدكم بعدها؟ تسووا دولة؟ غير أنه واجه الكثير من الانتقادات حول طريقة نظرته إلى القضية الأساس وتعامله مع العدو الإسرائيلي، ومنها مشاركته في مراسم دفن شيمون بيريز أو مصافحته بنيامين نتنياهو بحرارة أو مخالفته الإجماع الفلسطيني. محمود عباس على طريقته تولى إدارة ملف الصراع، ولو اختلفت القراءات حول نتائج مقارباته السياسية، ولكنه يبقى أحد أبرز وجوه فلسطين.